اتوميك بيتي دوما حين تستعدي وتبادل. هاي اتوميك بيتي يا سباركي هاي يا سباركي هاي اكس فاي حي وحي اتوميك بيتي المومياوات الحية. بنالوبي عزيزتي، لقد منحت جزءا من ثروتي إلى متحف مرتفعات موسجو. سنشيد جناحا مصريا جديدا وسوف أطلق عليه اسمك يا عزيزتي. أوه، هل يعني هذا أن أحصل على نسبة من المبيعات؟ بالطبع يا قطتي، كما أني أجهز حفلا كبيرا للافتتاح وأنت المسؤولة عن الضيوف. مدعو فاشل محتمل. مدعو بالتأكيد غير مدعوة. هذا جنون. لم يدفع أبي ثمن الجناح الجديد، لكنه اشترى أثراً يدعى جيران الفرعون الذهبية من أجل الافتتاح. الافتتاح؟ هل سيكون ممتعاً؟ هذا مؤكد، لكن لا تتوقعي دعوة لأن أختي هي المسؤولة عن قائمة الضيوف. أوه، حسناً، فلتستمتع بالحفل. هاي، أنا مدعو ويمكنني أن أحضر ضيفاً، لماذا لا تأتين معي؟ أجل، بالتأكيد، لما لا؟ حظاً سعيداً يا بيتي. أتوميك بيتي، أنت مطلوبة في مقر حراس المجرة على الفور. هوكي دوكي. ماذا تعني دوكي؟ سنذهب إلى حفل في المتحف، سوف أشاهد جعران الفرعون. جعران؟ إنه خنفس، أليس كذلك؟ أهي مغطة بشوكولاتة؟ حذري من جعران الفرعون، قمت ببعض الأبحاث عنه في مصر، يقال إن له قوى غامضة وخطيرة. احذري يا أتوميك بيتي. قائدة، لدي أداة جديدة للحفل. مصباح وضاء؟ إنه مصباح تجميد، عندما تشغلينه يتجمد الجميع في المكان ما عدا أنت. ألديك شيء أكثر قربا لجو الحفلات؟ يمكنك أن تحملي هذه، وهي تمتلك قدرات هائلة على المص. لا تلمس هذا، لا يقدر بالثمن. لا تلمس هذا، لا يستبدل. لا تلمس هذا. اتصلوا بالأمن، يوجد رعاع حمقى في متحفي. في الواقع بيتي ضيفتي. حذاء مدهش. أنا أنوي القيام بالرقص الليلة. هيا يا تشاز. كل شيء جيد هنا. قطاعي أيضاً يعتبر آمناً. آمل ألا يكون قيماً. في متحف كان يمكن ذلك. إكس فاي، ماذا تفعل هنا؟ أرسلنا أدميرال ديجيل لمراقبة جعران الفرعون. حسناً، لكن بحذر، لا أريد أن يفسد هذا الحفل. أوه، ما هذا؟ لابد أن أبلغ القائدة. حان وقت إهداء جناح بنالوبي لمتحف مرتفعات موسجو، والذي اشتريته الآن. أثقيل جدا يا أميرة. لا، إنه لا بأس به، لقد أعجبني. الهيروغليفية التي هنا تقول إنه إذا جاء الجعران بالقرب من تابوت مومياء فسيوقظ الفرعون، ثم بعد ذلك المومياوات. هيا يا بيتي لنرقص. اذهبي واستمتعي، سنكون هنا في انتظار القدر الموعود.
حاجات رائعة. واو، الذين استأجرهم والدك جيدون. ليسوا ممثلين يا قائدة. الكتابة على الخنفسة تقول إذا اقترب جعران الفرعون من تابوت سيوقذ المومياوات بداخله. أو رائع، لماذا لم تخبرني؟ آسف، لم تكن هناك مناسبة. يجب أن نبعد جعران الفرعون عن رقبة بينالوبي. إكس فايف، أحضر سباركي وقم بالتسلية. عليك أن تخلعي هذا الجعران الذهبي، إنه ملعون. كما لو أنك تغارين من الجعران فقط. لا تلمس هذا. خافوا مني الآن لأنني أنا الفرعون. أعتقد أن هذا الحفل انتهى رسميا. وما هو اسمك الذي ذكرته؟ فرعون قاتل كبير عديم القيمة. حسنا، أنا لم أدعك لأنك شخص عديم القيمة، والآن أخرج من هنا. استعدي لتقابلي نهاية مشؤومة. هذه ملكي، أتفهم؟ إذا أردت قلادة مصرية، اجعل والدك يشتري لك متحفا. لماذا لا يفرون من الرعب مني؟ لا أحد يفر، هذه حفلتي أنا. الفرعون مكينة محطمة، سأدخر الطعام. سأوقظ كل المومياوات وأعيد بناء جيشي الضخم، وأستعبد كل شخص يعيش في الكون. تخطط للسيطرة على العالم حقاً أيتها اللفافة. في الواقع لا، كنت أسلم تريفل التوت إلى تلك الطاولة. لطيف، تابع عملك. لا أميز بين مومياء ونادل يلبس مومياء. هذا رائع جداً. اعتقدت أن الحفل سيكون مملاً. قائدة، هل يمكن أن تستخدمي مصباح التجميد؟ رائع إكس فايف، حان الوقت ليشعروا بالبرد. يبدو أن جعران الفرعون هو مصدر قوته. أتمنى ألا يغضب السيد لانغ. حان وقت قوى الامتصاص. أمسكت بكم أيها الهالكون. حمقى حمقى، لقد كسرتم الجعران. نعم، يجب أن أتفهم يا لفافة الزبد. شكرا، لكنه أحدث الكثير من الفوضى. غريب، سننظف الفوضى فورا قبل إلغاء التجميد. معروضات القديمة القيمة. يا أختي، حفلة رائعة. هؤلاء الجرسونات متهورون، يا لها من فوضى. أنا لا
أريد اسمي على هذه النفاية. على الأقل ما زلت أملك جعراني الذهبي، وبيتي ليس عندها. يمكنني استخدام بعض الغراء. ماذا في الحقيبة يا بيتي؟ لا شيء. هكذا أنت تأخذين شيئا من متحفي، أعطيني إياها. لا أعتقد أنك تريدينه. بل أنا أريد ذلك، أعطيني إياها. تشاز لنخرج من هنا أسرع. ها؟